السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياض بدر من كلية العلوم والتكنولوجيا خان يونس. في المشهد تبعنا هذا راح نحاول نتعرف على الخامات وخصائص الخامات. احنا لو فتحنا عندنا الزر هذا بفتح لي الخامات اللي عندي، وبلاقي عندي في مجموعة من الخامات، وكل خامة لها مجموعة من الخصائص راح نحاول نتعرف عليها. لو احنا جبنا عندنا سفير، اوكي، وحبينا نعطيها خامة. عشان نعطيها الخامة تبعتنا بعلم على الخامة وعلى السفير، وبعدين بعطي زر الساين. او الاحتمال الثاني ان انا امسك الخامة واسحبها على السفير اللي عندي مباشرة، تتأثر او تاخذ الخامة تبعتها. وكويس، هي اللي صار اللي عندي ان انا ربطت الخامة اللي عندي بالجسم اللي عندي. عشان اعرف انه الخامة هذه مرتبطة بجسم، راح الاحظ ان في عندي مثلثات على الحواف اللي عندي، وبما انه المثلثات ممتلئة معناته الخامة هذه مرتبطة بالجسم اللي انا معلم عليه. اوكي، نيجي شوية شغلات او نشوف، نلقي نظرة على شوية خصائص للخامات اللي عندي. في خاصية الديفيوز، وهي خاصية اعطاء اللون. بقدر انا اخلي اللون ازرق، احمر، اخضر، اللون اللي بيعجبني، وهي اوكي. اذا انا هيك اعتمدت اللون اللي عندي. لو انا مش عايز بعاود ارجعه زي ما كان، رمادي او ما شابه. طب انا عايز اللون هيك مناسب بالنسبة الي. راح نيجي للخصائص السبيكيولار هايلايتس. هذه الخصائص اللي هي لها علاقة باللمعة تبعت الجسم. احيانا الاجسام اللي عندنا بيبقى لها لمعة زي الحديد وزي الماء وما الى ذلك، فانا بحدد من هنا اللمعة. راح نلاحظ لما ازيد الليفل اللي عندي راح يطلع، يبلش يطلع عندي منحنى هان، وراح يظهر عندي اضاءة. الاضاءة هذه هي اللمعة تبعتي. لو انا جيت عملت ريندر، واضح الجمهور هنا، لو جيت عملت ريندر عشان اتاكد، هي اللمعة تبعت الجسم تبعي. في الجلاسونيس هذه خاصية ان انا بخلي اللمعة حادة او دقيقة زي ما احنا شايفين هيك، او اني بوسع الدائرة تبعتها وبخلي اللمعة على مستوى عالي. احنا في الغالب نضبطها زي هيك، بصير عندي لمعة كتير لطيفة بتخليني اشعر انه الجسم تبعي هذا في له لمعة، او هو عبارة عن معدني او ما شابه. بقدر ازيد اخفض بزيادة هيك، بتهيالي المنظر شوية الطف. في عنا هان خاصية الاوبسيتي اللي هي خاصية الشفافية. لو انا جيت حطيت بلان عندي للارضية وعلمت على الجسم تبعي وبلشت احاول اتعامل معه، انا عايز يكون له شفافية. راح اقلل قيمة الشفافية وراح الاحظ انه كل ما له بصير اكثر شفافية. نعمل ريندر نتأكد، واضح انه الجسم تبعي شفاف. لو انا زدت بتخف درجة الشفافية، لما تصير 100% معناته فيش عندي شفافية، لكن لو صار 0 معناته شفافية مطلقة والجسم مش مبين منه الا اللمعة تبعته. نرجع القيمة زي ما كانت. نيجي لخاصية السيلف إليمينيشن. سيلف إليمينيشن إنه الجسم ذات نفسه مضيء، الجسم ذات نفسه بيرسل أو بشع ضوء، وهنا درجة خروج الضوء منه، فهنا صفر معناته الجسم غير مشع. وكل ما زدنا القيمة تبعتنا كل ما صار الجسم بيعطيك إحساس إنه هو مضيء. نزود بزيادة، أعطاني إحساس إنه الجسم هو صار مضيء. طبعا الإضاءة تبعت الجسم تحتاج شوية إعدادات كمان عشان نستغلها في التأثير على الأجسام الأخرى. نرجع القيمة تبعتنا للصفر، وراح نلاحظ إنه كل ما بنقلل القيمة كل ما إنه الجسم بصير أكثر امتصاص للضوء. هذه أهم الشغلات اللي إحنا بدنا نشرحها. في عندي شغلة إنه أنا ممكن أخلي الجسم تبعي واير يبين السلوك تبعونه او يبين الخطوط اللي هو مكون منها في عملية الرندر اللي عندي. وهذه كتير امور كنا نعملها، مثلا اذا بدنا نعمل كرة ارضية وفي بين الخطوط تبعتها او ما شابه، فهذا اشي جيد كتير. احيانا لو انا اقيم الواير، لو انا اجيت على الجسم تبعي عملت له ايديت بولي، كونفيرت تو ايديت بولي، ومسكت بعض الاجسام المسطحات اللي عندي، حذفتها،
زردليت راح الاحظ انه من جوا الجسم ايش ماله معتم، بمعنى اخر انه الخامه اللي انا عم اعطيها للجسم تبعي جايه من الخارج، اما من الداخل ما فيش عندي خامه. لكن لو انا جيت على الخامه تبعته واختارت تو سايدد، معناته انه الخامه تبعتي راح تكون على الاتجاهين، من برا زي ما احنا شايفين ومن الجوه راح تصير كمان موجوده. لو فعلتها مش راح الاحظ تاثير عندي في المشهد اللي عندي، لكن في عمليه الريندر نشوف راح نلاحظ انه الخامه صارت من الداخل ومن الخارج. لو انا قمت الصح اللي هان وعملت ريندر راح الاحظ انه صار من الداخل مفرغ، او على الاصح الخامه مش مبينه غير ظاهره، يعني الخامه موجوده فيش عندنا اي مشاكل. في عندي مجموعه اخرى من الخصائص، لو انا اجيت على الماب وفتحتها راح الاحظ انه جزء من الخصائص الموجوده هنا زي السيلف اليمينيشن، الاوبسيتي، الديفيوز وما الى ذلك مكرره كمان مره هان، ديفيوز كلر، جلاسونيس، سيلف اليمينيشن، اوبسيتي، وفي اشياء جديده زي البامب ريفليكشن، الريفلكشن، ديسبليسمنت. هدول اشياء جديده انا بحتاج ان انا اتعامل معها عشان يطلع مع الجسم طريقه افضل. اوكي، لو انا حبيت اعمل مشهد صغير زي اللي عندي هذا، تخلص من السفير واجي احط عندي بوكس على السطح اللي عندي على البلان. البوكس هذا اذا انا حبيت ان انا اعطيله احساس، احاول اخليه او يعطيني احساس ان هو بيشبه الزجاج، خلينا نعطي الارضية خامة، ينفع اعلم على البلان اللي عندي واعلم على الخامة اللي عندي واختار ديفيوز بيتماب المنطقة اللي انا عايز اخذ منها صور، كنترول سي اوبن، انا عايز الخامة الخشب هذه. اوكي، راح اعملها اساين مع الارضية وراح اقول لو سمحت اظهر لي، اعمل رندر اشوف كيف وضع الخامة، مش بطالة مبين عندي يعني كأنه طاولة او ما شابه. عايز البوكس اللي عندي هذا اعطيني احساس ان هو زجاج، عشان يعطيني احساس ان هو زجاج اول حاجة انا عايز اعطيله سمك، انا عايز اعطيله سمك، بالتالي راح اعلم على الجسم تبعي واروح على موديفاير اسمه شيل وازيد القيمة، كل ما زدت القيمة بيعطيني سمك للجسم تبعي، تيالي هيك سمك الزجاج جيد. اوكي، راح اجي اعطيله خامة جديدة للبوكس تبعي، هي الصاين، والخامة تبعتها عايز تبقى شفافة عشان يعطيني له احساس انه هو لوح قزاز، هي فيها شوية شفافة، ازيد الشفافية شوية، وعايز يكون لونها، نفترض انه لونها ابيض، اعمل رندر. اعطاني احساس انه هذا الشفاف، هو الامانة مش معطيني جودة عالية فكأنه هو زجاج، لكن لا بأس فيه، لما ينفع نجرب نحط له لمعة، نحط له لمعة ونشوف كيف في الرندر، تهيألي شوية الطف، لا بأس. راح اجي احاول احط للوح القزاز اللي عندي هذا كأنه له نقشة او كأنه زجاج مبزر، راح اجي على كيف دخل الزجاج الصورة هذه، الزجاج تبعه كأنه مبزر، الخاصية هذه موجودة من خلال الماب الموجودة عندي، راح اختار البامب، إذا البامب بيعطيني إحساس إنه في عندي انحناءات وتجاعيد، لكن هي كلها عبارة عن حيلة، الأصل إنه هو تحايل في الألوان اللي عندي، ما فيش عندي تجاعيد حقيقية، هات نشوف بيت ماب، راح اختار صورة زي هذه، هاي أوكي. لو احنا حبينا نشوف بس ايش الوضع اللي عندنا، راح يبلش التجعيد او مبين انه في عندي شوية
تبزير او نحت على الزجاج. خلينا نعمل رندر، ناخذ زاوية افضل. اوكي، لو انا حبيت انه التأثير هذا يكون اقل راح اجي على البامب واقلل القيمة هذه، وهيك خفيف. ولو عايز يبين بزيادة بنفع اجيبه وعلي القيمة، بيعطيني احساس انه الاجزاز اللي عندي عليه شوية تبزير او تجعيد. بنفع نغير الصورة ونجرب صورة تانية. خلينا نغير الصورة. في عندي لو انا اعود عيد، لو انا دخلت على البامب على الزر هذا راح يفتح لي خصائص الصورة اللي عندي، وهذه كلها مجموعة من الخصائص راح نمر عليها كمان شوية. من بينها في عندي البيت ماب، بقدر افتحها واغيرها لصورة تانية. نفترض ان الصورة هذه مثلا، وهي اوكي، واعمل رندر كمان مرة. راح الاحظ انه التجعيد اللي صارت على الزجاج اختلفت على حسب الصورة اللي عندي. بينفع انقل كمان صورة، هي مثلا الجزيرة واوبن، ونعمل رندر كمان مرة. راح الاقي انه تجعيد الزجاج مبين او الجزيرة مبينة على الجزاز. لو خففنا القيمة شوية، وهي رندر، تيالي ماشي الوضع، اللمعة بتهيألي عالية، خلينا ناخذ زاوية افضل، ماشي الوضع. لو انا عايز التجعيد هذه تبقى بالاتجاه الاخر، بنحط سالب بدل 20، نحط سالب 20، نعمل رندر، نحس انه الاتجاه انعكس. اذا كنت عندك احساس انه هو داخل لجوا بيطلع لبرا، واذا كنت عندك احساس انه الحفر هذا طالع لبرا، بنعاود يبين كانه داخل لجوا. احنا نرجع على طيب. من الاستخدامات المشهورة للزجاج اللي اسف للبامب اللي عندي، ان انا اخلي الارضية اللي عندي مبينة كأنها اعمل ارضية، وبين الارضية عندي محفر او مبلطة بطريقة صحيحة. خلينا نيجي نعطي خامة، نعلم على الجسم تبعي واعطيه خامة جديدة، واخذ هان بدل ما اختار صورة راح اختار التايل. التايل اللي عندي هذا بيعطيني خطوط على الخامة تبعتي، زي ما خلينا نشوف زي ما هو موجود عندي في الصورة. احنا نتأكد انه موجود عندي الماب. اوكي، راح الاقي انه الخامة وجدت عندي في الديفيوز كلر، وهي الخامة تبعتي. لو انا حبيت اشوف المشهد تبعي رندر، هاي الخامة تبعتي. انا مش عايز البلان يبقى فيه خطوط عشان اسهل الي في المشاهدة، اقيم الخطوط الموجودة على البلان. نيجي على خصائص الطايل اللي عندي، اعص عليه وهي الخصائص تبعته. انا راح العب شوية في الخصائص اللي عنده، اروح على ادفانس، راح اختار اللون الارضية يختلف، خلي مثلا على خضار شوية بهيك شكل. راح اختار الحواف الفاصلة هان، راح عايزها تبقى ابيض عشان تعطيني احساس انه كأنه بلاط بهيك شكل. المسافات اللي بين الخطوط اللي عندي هذه، المسافات هذه انا عاوز اقللها شوية بهيك شكل، تيالي الطف، لو حتى 2 هيك الطف. الخطوط اللي مقسمة للأرضية أنا لو عايز أزيدها، نفترض 14 في 14، تلاقيها كتير، خلينا 10 في 10، 11 في 11، ماشي الأمور. هيك أنا عملت كأنه الأرضية عندي مبلطة، لكن ما عنديش الإحساس بالتبليط بطريقة صحيحة. لكن من أسهل حلول إني أنا آخذ الخامة اللي عندي في الديفيوز كلر وأعمل أعلم عليها وأعمل منها نسخة في البامب. انا عايز اعمل منها نسخة انستانس عشان يصير اي تغيير يحدث على الارضية في المستقبل يأثر مباشر على البامب اللي عندي. فانا اختار انستانس، وهي اوكي، وهات نشوف ايش النتائج اللي عندي. رندر اعطاني احساس انه اللون الابيض بارز، معناته انا راح اعكس، بدل ما احط 30 راح احط سالب 30 عشان البروز اللي مبين عندي يبقى بالاتجاه التاني. هيك اعطاني احساس ممتاز انه انا في عندي كانه كل قطعه من هذول من اللون الاخضر كانه بلاطه، وهي المسافات بينهم. انا عايز بس اضيق شويه المسافات، راح اجي على 2 او 0.2، خليها 0.1، نعمل رندر، تيالي هيك الامور
أصبحت جيدة، وأصبح في عندي إحساس إن أنا عامل بلاط بالطريقة هذه. لو أنا أجيت أغير الخصائص اللي عندي، عندي كتير أشكال من التبليط، عندي هاي الشكل، تهيأ لي إنه عايز يبقى المسافة أكبر عشان تكون الأمور أوضح شوية. خلينا نيجي نعاود، نزيد المسافة هذه خليها 2 وأعمل رندر. في عندي مجموعة من الأشكال. الميزة اللي عندي إن أنا وأنا بغير القيم اللي عندي اللي هنا أنواع التبليط، بلاحظ إنه التحفير كمان اتغير تلقائيا، لأن أنا لما انتوي عملت نسخ باليمين، لما عملت نسخ طلعت لي خاصية، أنا اختارت إيه؟ اختارت إنستانس، اختارت إنستانس، بمعنى إنه أي تعديل على الخامة سواء من هنا أو من هنا راح يتم التعديل على الطرف الثاني، على أي تعديل على الأولى بيتم التعديل على الثاني، وأي تعديل على الثاني تلقائيا بيتم التعديل على الأولاني. فأنا ما عنديش مشكلة أدخل على الخامة اللي هنا وأغير عليها، وأدخل على الطايل اللي هنا وأغير عليه، نفس القيم ونفس الأمور. راح أجي أختار نوعيات ثانية، هي رندر، نمر عليهم بسرعة. نرجع على الحالة الطبيعية اللي احنا كنا عليها، الحالة الابتدائية، وهي التبليط اللي كان عندي. لو انا عايز استخدم خاصية الشفافية عندي ونشوف ايش نقدر نعمل عليها، راح انا اجيب بلان عندي هان واحطه من نافذة الليفت بهيك شكل، واعطيله الخامة، واعطيله خامة، انا عايز الخامة تكون صورة مالها الساين، واقول لو سمحت ورجيني الخامة اللي عندي، وهنا اعطيله صورة من عندي، انا عايز تكون صورة الجزيرة على افتراض، وهي اوبن، لو سمحت اظهر لي اياها، انا عايز اعملها شوية سكيل بهيك شكل. لو عملت ترندر راح الاحظ انه كلمة الجزيرة ظاهرة بوضوح، لكن انا عايز افرغ الاماكن اللي حوالين الجزيرة، فما يضلش ظاهر عندي الا كلمة او الحروف او الخطوط المكونة لكلمة الجزيرة. راح اجي اختار الاوبسيتي، واختار بيتماب، واختار الصورة الابيض واسود، هذه هي عبارة عن نسخة من صورة الجزيرة، لكن عبارة اللون عبارة عن ابيض واسود. اوبن، هات نعمل رندر ونشوف ايش راح يصير عندي. الامور اجت معكوسة معي، الكلام تبع الجزيرة او الخطوط تبعت الجزيرة مفرغة، والخلفية هي الظاهرة. انا عايز الامور تبقى بالعكس، هات نشوف شو بده يطلع معنا. في عنا اكثر من طريقة عشان احل هيك شغلة، اسهل طريقة وافضل واحدة ان انا انزل بالخصائص عندي تحت في الاوتبوت، في عندي زر انفيرس راح يعكس لي الالوان اللي عندي. انا عندي كلمة الجزيرة هنا كانت اسود والخلفية هي البيضاء، اللون الاسود في خاصية الشفافية ما ببينش، لما انا استخدم لون اسود معناته انا قاصد انه اللون هذا يخفي لي اياه، عشان هيك ظهرت عندي الجزيرة مفرغة زي توا. انا عايز اعكس الالوان، اخلي الابيض اسود والاسود ابيض، بدل ما اروح على الفوتوشوب واغير الصوره واغلب حالي، انا بنفع بكل بساطه استخدم زر انفيرس، هو تلقائيا راح يعكس لي الالوان، وبالتالي راح يصير اللون الابيض هو الاسود والاسود هو الابيض، واجي اعمل رندر اشوف ايش راح يصير عندي. انا هيك حصلت على شعار الجزيره وبدون ما يبين عندي بلان موجود عندي. في عندنا طريقتين للعمليه هذه، الطريقه الاولى اللي احنا شفناها ان انا استخدم صورتين، صوره فيها اللون اللي عندي زي ما انا عامل هنا، صورة فيها اللون اللي عندي، وصورة تانية هي عبارة عن ابيض واسود عشان احدد الشفافية، الاسود راح يكون هو الشفاف والابيض راح يكون هو الظاهر. اذا انا عايز اعكس الامور بكل بساطة باجي على زر انفيرس وبفعله، راح يخلي لي اللون الاسود هو الابيض والابيض هو الاسود، وبالتالي بتم الشفافية بالشكل اللي عندنا. طيب في عندنا طريقة تانية، الغي الصورة اللي عندي هذه ونشوف الطريقة الثانية لإظهار الأجسام اللي فيها شفافية. راح أعمل بلان، أنا بنفع أعمل كنترول زد،
واغير الخامة اللي عندي، اربطها بصورة، نغير اللي انا عايز كل الصور الموجودة عندي اشوفها، وراح الاقي عندي صورة 3 transparent، بمعنى اخر انه الصورة هذه ذات نفسها هي عبارة عن او تحمل بيانات الشفافية. الصورة اللي عندي هذه اشوفها، الصورة هذه صورة شجرة، والبياض هذا مش بياض، هذا عبارة عن شفافية، يعني انا مزبطها صورة على الفوتوشوب بحيث انه يبقى عندي شجرة، وما دون الشجرة عبارة عن مفرغة بحيث انه تبين شفافة. اذا الصورة هذه نوعها بي ان جي، وهي عبارة عن صورة تحمل بيانات الشفافية. اعملها اساين للبلان اللي عندي، وعايز اشوف الخامة اللي عندي. خلينا نعمل رندر نشوف في عندنا اي شفافية ولا لا. الامور يعني ما فيش فيها اي شفافية، والبلان مبينة ابيض زي ما هي. انا عايز، على الرغم من انه احنا قلنا انه الصورة اللي عندي هي صورة تحمل بيانات الشفافية، راح اخذ نسخة من الديفيوز اللي عندي او من الشجر اللي عندي او الصورة اللي عندي، واحطها في الاوبسيتي كخامة. وانا عايز اقول له ان هي انستانس. اوكي، مش عايزها انستانس، خليني اعود اعملها كلير. انا عايزها تكون كوبي، ونيجي نعمل رندر نشوف ايش صار معنا. نفس المشكلة، انه اللون الاسود هو افترض انه شجرة عبارة عن ابيض واسود، انه الشجرة تبعتنا عبارة عن ابيض واسود، الابيض ابقى واللون الاسود هذا تبع الشجرة اخفى زي ما احنا شفنا في المثال الاولاني. فعندي صافي، عندي شفيان. لا، انا مش عايزه اصلا ياخذ التعامل بالطريقة هذا، انا عايز يتعامل مع طبيعة الصورة والبيانات اللي جوا الصورة، وين في عنا شفافية في الصورة وين في عنا اظهار للصورة. راح افتح الخصائص تبعت الصورة اللي عندي، راح اجي على كلمة الف هان وافعلها، راح يفهم الثري دي ماكس مباشرة ان انا مش عايز استخدم الشفافية، اللون الاسود هو الشفاف واللون الابيض هو اللي ظاهر، لا، انا عايز انه اتفاعل او اتعامل مع البيانات الموجودة في الصورة، مين الشفاف ومين اللي بالشفاف. نعمل رندر، راح الاحظ ان الامور صارت عندي ممتازة، وان الصورة عندي ظهرت بطريقة طبيعية، وان الخلفية الشفافة اختفت. انا في الطريقة هذه هي اريح لي او افضل لي او اسهل لي، لان انا بستخدم فيها صورة واحدة بدل ما اعمل صورتين، بعمل صورة واحدة، والصورة ذات نفسها فيها شوية خصائص عن الشفافية، بتكون الخلفية اللي عنا عبارة عن خلفية شفافة. اوكي، بتهيألي انفهمت خصائص الشفافية اللي عندي. لو انا عايز الغي الشفافية، هاي كلير، بلغي الموجود هنا، صارت عندي شجرة عادية جدا محطوطة على ابلان. لو انا عايز اغير الشجرة هذه، انا عايزها تكون صورة تانية، راح اجي على فيو ايمج، اسف، راح اجي على بيتماب واختار صورة تانية. خلينا نعرض كل الصور اللي عندنا، اختار الصورة هذه على افتراض، وهي اوبن، نعمل رندر، راح نلاقي انه فيش مشاكل، والصورة الموجودة عندي هنا موجودة في عملية الرندر. نيجي نشوف الخصائص تبعت الصورة اللي عندي. انا هنا بقدر اعمل ازاحة على الاكس، وبقدر اعمل ازاحة على الواي. لو اجينا على التايل، بقدر اكرر الصورة على الاكس، او امغطها اتجاه المعاكس لو اخذت القيمة السالبة، او انا مغطى الصورة. اوكي، بقدر اكررها، خلينا نكررها مثلا 3 مرات او مرتين، وعايز اكررها على محور الواي كمان. نشوف كيف، 3 مرات على افتراض، راح احصل على الشكل زي هيك. اذا هذا التايل هو عبارة عن التكرار للصورة على الجسم تبعي. خلينا نرجعها زي ما كانت، 1 × 1. في عندي الانجل هو زاوية الدوران. لو ان احنا جينا على الدبليو حاولنا نلعب في القيمة الهان، راح نلاقي ان انا بعمل دوران للخامة تبعتي على الجسم اللي عندي. طبعا بقدر اعمل له دوران باكتر من اتجاه، باكتر من لفة، هي كنترول زد. كلام كتير كويس. لو احنا نجينا نتخلص من البلان ونعمل نفس الكلام تبعنا،
نيجي نعمل نفس الكلام تبعنا على بوكس. وانا عايز البوكس يكون في عنده مجموعة من الخطوط. اروح على نفس الخامة تبعتي، راح الاحظ ان الخامة تبعتي فيش يعني فيها هان مثلثات، معناته الخامة هذه غير معطاة لأي جسم. لو انا مسكت وسحبتها على البوكس تبعي راح الاحظ ان ظهرت المثلثات اللي عندي، وهذا بيشير انه الخامة تبعتي مرتبطة بالبوكس. طبعا الخامة تبعتي ظهرت على الجميع اسطح البوكس اللي عندي. لو جينا نعمل نفس الكلام وعملت اوفست، راح احس ان انا قاعد او الاحظ ان انا قاعد بزيح في الصور، في الصورة على البوكس على محور الاكس. اوكي، لو انا عايز اروح على الواي على محور الواي، هي قاعد الصورة تنزاح على محور الواي. نفس الامور انا لو عايز اعمل تايل صف القيمة دي، راح الاحظ ان القيمة كل مالها بتتكرر. ولو انا رجعها قيمة واحد على محور الواي نفس الشيء بتتكرر. وانا بنفع اقلل القيمة عن واحد ولاقي ان الصورة صار معمولها ستريتش. نفس الكلام لو انا عايز اعمل دوران للصورة، راح الاقي انه بتعملها دوران على جميع اوجه البوكس اللي عندي. لو عندي سلندر وحبيت اعطيله نفس الخامة، اعلم على السلندر تبعي وعلى الخامة وهي الساين، هي ظهرت عندي الخامة. نفس الامر انا راح الاحظ انه من التوب صورة غير واضحة، ومن بوتون برضو الصورة مش موجودة، لكن هي جاية على شكل سلندر ومعمول لها دوران. وبقدر نفس الشيء لو جيت انا بقدر اعملها اوفست ازاحة في اتجاه الجسم اللي بدورش، الخامة هي اللي قاعدة بتدور، او على محور الواي بعملها ازاحة لفوق. نفس الكلام بقدر اعملها تايل، واكرر وبقدر اعملها تايل على محور الواي واكرر او اقلل. هذه الامور بتعطيني امكانية للتحكم في توزيع الخامة على الجسم تبعي، لكن في بعض الاحيان بلاحظ انه الامكانيات هذه محدودة وان انا عايز امكانيات بزيادة. مثلا ان انا عايز السلندر تكون الصورة كمان موجودة فوق على قاعدة السلندر وعلى اعلى السلندر، مش موجود هذا الكلام، وحاولت اعمله ما قدرتش. راح نحاول نستخدم موديفاير جديد يريحنا شوية في هيك امور. اوكي، خلينا نرجع للبلان ونستخدم الموديفاير اللي عندنا على البلان. احط بلان، بحط عليه الصورة هذه اربطها فيها واقول لو سمحت اعمل لي شو. اوكي، راح استخدم الموديفاير اللي عندي على البلان هذه، بدل ما العب في القيم اللي هان راح العب من خلال او اغير في القيم هذه من خلال موديفاير اسمه UVW Map. راح الاحظ انه طلع عندي او ظهر عندي اطار باللون الاصفر. راح اجي احاول العب فيه، لو ما بقدر ازيح اسف كنترول زد. لو انا عصيت على الزائد اللي هان في عندي كلمة جزمو، وانا ساعتها بقدر اتحكم في الاطار هذا واتحكم في الصورة. لو انا عايز ارفع لفوق راح الاحظ ان الصورة كلها ترتفع لفوق، كأني بعملها اوفست من هنا. الاحظ بقدر اخذها على محور الواي كأني بكرر فيها على محور الواي، بقدر اعملها سكيل من هنا. هيك شكل، وبقدر اعملها سكيل باتجاه المعاكس، اكبر الصورة معي. بنفع مثلا انا عايز اجيب او اظهر وجه الشخص هذا،
هيك شكل وينفع اعمل له سكيل بزياده وهلو مجرب، بس لازم طبعا الصوره تكون جودتها عاليه. عايز ارجع للوضع الطبيعي، بدل ما اعود اضبط العيارات من اول جديد بنفع اجي استخدم زر فت هذا وراح يضبط لي الوضع الحاله الابتدائيه اللي احنا كنا عليها. بقدر اعمل دوران للخامه اللي عندي، طبعا لانه بلان راح يكون الدوران بالشكل اللي انتم شايفينه هيك. كنترول زد، اعمل دوران بالاتجاه الثاني. هاي كنترول زد. لو الكلام هذا انا عايز اطبقه على بوكس، خلينا نتخلص من البلان ونحط لنا بوكس بداله. بوكس، اسف، واجي اعطيه assignment للخامة اللي عندي. يمكن لو رفعنا البوكس شوية لفوق بيكون منظره ألطف. اوكي، راح استخدم الموديفاير اللي عندي UVWMap. بلاحظ انه مباشرة تشوه الجسم اللي عندي من فوق ومن تحت، من اعلى البوكس ومن اسفله فيش عندي مشاكل، لكن من الاطراف كله في عندي تشويه. ليه؟ لان انا مستخدم بلان، وكاني بقول للجسم تبعي، وكاني بقول لل 3D Max انه الجسم تبعي هو عبارة عن مسطح وزع الخامة عليه، وهذا اختيار خاطئ لانه الجسم تبعي هو عبارة عن بوكس. فانا راح ابحث على حاجة عندي سيلندر سفيركل، لكن هنا راح الاقي انه في عندي بوكس، معناته الموديفاير هذا لو انا فعلت خاصية بوكس راح يستوعب ان انا بدي عايز اوزع الخامة تبعتي على بوكس. راح نلاحظ انه اللي في عنده خطوط، لو انا عملت لها سكيل، اسف كنترول زد، اعمل سكيل للخامة اللي عندي من خلال التعليم او تحديد كلمة جزمه هنا، راح نعمل سكيل، راح الاحظ انه المربع الاصفر اللي عندي هذا وسع، وهو هو بحدد لي توزيع الخامة، وبقدر انا ازيد او انقص. كل ما انقص راح الاحظ انه القيمة بتتكرر. لو عايز اضبط الامور من اول جديد بستخدم زر فيت بضبط لي اياها على الوضع الابتدائي تبعي. برضو بقدر اعمل فيها ازاحة الاكس او ازاحة على الواي او ازاحة على الزد. هيك بسهل لي امر ان انا اضبط الخامة اللي عندي. خلينا نرجع على كلمة زر فيت ونضبط الوضع اللي عندنا. طبعا انا بقدر اعملها دوران هيك شكل، واختار المحور اللي انا عايز اعمل عليه دوران. راح افهم دائما انه البوكس اللي ظاهر عندي باللون الاصفر هذا هو بيشير على توزيع الخامة عندك على المسطح تبعك. اعملها فيت، لا فيت عايز اظبطها شوية، بعدين اقول له فيت، راح رجع لي تقريبا الحالة الابتدائية اللي كنا عليها. لو انا عايز استخدم سلندر وبرضو اربطه في نفس الخامة، راح الاحظ انه وزع لي اياه لكن من فوق ومن تحت ما فيش يعني في عندي مشكلة، والصورة عندي مظهرة زي ما كان عندنا الحال لما كنا نتعامل مع الخصائص الموجودة في الخامة ذات نفسها. راح اجي على ال UVWMap تبعنا وفعله. اللي عندي مبدئيا بلان، وبالتالي حط لي الصورة تبعتي في اعلى السلندر وفي اسفله، لكن على السلندر ذات نفسه ما فيش عندي اي صورة، في عندي تشويه. لو اخترت سلندر راح يكون كتير الامور مناسبة، واضح انه الامور جيدة والصورة موزعة بطريقة جيدة، وانا عندي قدرة ان اتحكم فيها. اعملها دوران للخامة، انا قاعد بعمل دوران للخامة مش للجسم تبعي، واعملها سكيل وعملها تحريك وما الى ذلك. خلينا نرجع لكلمة فيت، وفي عندي خاصية افعل الكاب، راح الاحظ انه راح يحل لي تلقائيا مشكلة ظهور الصورة في الاعلى وفي الاسفل السلندر. طيب راح ناخذ هلقيت مثال نظهر فيه اهمية ال UVWMap في العمل في ال 3D Max. لو انا عايز
اعمل شاشات تلفزيون، راح اجي على البوكس عايز اعمل شاشات او شاشة تلفزيون، بهيك شكل. خلينا نعملها تشنفر، نعملها ايديت بولي، او خلينا نيسر على حالنا ونجيب اصلا من الاكستندد تشنفر بوكس جاهز ونعمل البوكس تبعنا. هنا عملت شاشة بسيطة، اسف عملت لها الغاء تكون ديليت. هاي تشنفر بوكس وهي درجة الانحناءات الموجودة عندي. اوكي، انا عايز الشاشة هذه تتكرر اكتر من مرة. خلينا اول اشي اعملها اعدادات، اختار باليمين convert to editable poly واختار البيفل، صف القيم. انا عايز اعمل insert، خلينا نحط الخطوط. انا عايز اعمل insert بعدين apply، بدنا ادخل الصورة شوية لورا. هاي اوكي، هيك انا عملت كأنه انا راح افترض انه كأنه هذه هي الشاشة تبعتي. راح عايز اعمل لها مجموعة من التكرار، راح اعلم على الجسم تبعي وراح اعمل تكرار باستخدام خاصية الاري اللي بتدعم لي اياها لثيدي ماكس. راح اجي عندي هان تول اري، عايز اقول له بريفيو من عندك لو سمحت ورجيني ايش بصير عندي. عايز يكون عندي خمس نسخ تقريبا. راح اجي على الاكس واسحبهم، راح اجي على الواي وارفع الخمس قيم لفوق، هيك شكل صار كأنه في عندي شاشة. وعايز النسخ كل هذه المكررة تكون عبارة عن كوبي مش انستنس، عايزها تكون كوبي. وهي اوكي، صار عندي النسخ الموجودة عندي مجموعة من الشاشات بهيك شكل. عايز ادمجهم كلهم بجسم واحد. طبعا انا هذا عبارة عن جسم منفصل وهذا عبارة عن جسم منفصل وهلم مجرة. انا عايز ادمجهم كلهم بجسم واحد، بعلم على اي جسم من هدول الاجسام وبختار على بختار كلمة اتاتش وبعلم على كل الاجسام اللي عندي. وهي اتاتش، راح يدمج لي اياهم كلهم مع بعض ويصيروا كلهم عبارة عن جسم واحد، لكن هم عبارة عن element، كل واحد element منفصل لكن كلهم عبارة عن جسم واحد. والدليل انه علمت على النقاط او على الخطوط، بقدر اتعامل مع كل الخطوط او النقاط الموجودة عندي في المجسم تبعي. انا عايز اعلم على الشاشات كلها مع بعضها بهيك شكل. وعايز اخزنها هان على انها اسف على انها شاشة. هاي اوكي، اذا انا كل ما انا عايز اختارها راح ارجع كلمة شاشة واعلم عليها، راح يختار لي الشاشات اللي عندي. انا عايز اختار بقية المجسمات التانية او المسطحات التانية، راح اعلم على select، اسف على edit select inverse، راح اعلم لي على جميع المسطحات التانية عندي في الشكل تبعي وراح اسميه اطار. هاي اوكي، اذا انا عايز لو عايز اختار الاطار راح اختار اطار زي هيك، ولو عايز اختار الشاشة راح اختار الشاشة بهيك شكل. انا عايز اختار الشاشات واحط عليهم خامة معينة. لو انا عايز الزلم هذا ذات نفسه اعطيه الخامات واقول لو سمحت ورجيني اياهم، وعايز كمان اختار خامة مثلا نقول هذه واعطيها للمسطحات اللي هي الاطار المكون للشاشة اللي عندي. وهي اساين وهي شو، ويمكن انا عايز اغير لونها شوية، لون ادكني شوية. هاي اوكي، شوف ايش صار عندي.
صار عندي شغلة بهيك شكل. خليني لو انا عايز اغمقه هذا بزيادة الخامة، يمكن الطف. كويس، هيك الشكل الطف. اللي انا عايزه ان انا مش عايز كل صورة تظهر لحالها بشاشة زي هيك، انا عايز الصورة هاد تظهر على جميع الشاشات اللي عندي. اللي راح اعمله كالاتي، راح اعلم على الشاشات اللي عندي على جميع الاشياء، وراح استخدم اليو في دبليو ماب تبعي. مباشرة راح استخدم البلان، راح الاحظ انه البلان اللي عندي وزع لي الخامة تبعتي على جميع المسطحات اللي انا معلم عليها، المعمول لها سيلكت، وبقدر انا اجي عاجزمه واعمل سكيل لها او ما شابه، واتحكم فيه بنفس الطريقة اللي تو تحكمنا فيها، واعمل له ادارة او اللي انا عايز اعمله فيه بعمله فيه. وبالتالي انا هيك صرت قادر على ان انا اخلي اكتر من شاشة تعرض لي نفس المشهد تبعي. اوكي، نشوف اخر شغلة عايزين نشرحها في الموضوع تبعنا هذا. لو انا عايز اعمل مجسم معين، نفترض انه هو عبارة عن بيت صغير، وعايزه او عايز اعطيله اكتر من خامة، كيف انا راح اعطي جسم معين عندي اكتر من خامة؟ خلينا نجي نعمل بوكس. مش عايز يكون في عنده خطوط تقريبا. مش عايز يبقى خطوط، مش عايز يكون في عندي خطوط. راح احاول اعمل البيت هذا، اعمل له edit poly، احاول اعمل له بيت بسيط هيك متواضع. connect، اعود اعلم كمان مرة واعمل connect. اوكي، وامسك اللاين تبعي وارفعه لفوق شوية عشان يعطيني احساس ان في عندي زي بيت بسيط. راح اجي على المسطحات اللي عندي اللي هان واعملها اسف واعملها اكسترود اي بيفل. هاي ابلاي، راح اجي برضو اعمل المسطحات اللي هان اكسترود وهي ابلاي، وعايز اخر حاجة اعمل اكسترود للمسطحات اللي عندي هان وهي اوكي. لو انا عايز بالمرة اعمل له باب، راح اجي على اللاين هذا واللاين هذا واعمل له كونكت هاي اوكي، اعلم على اللاين تبعي وارفعه لفوق شوية. اللاين هذا وهذا عايز اعمل لهم كونكت عشان اعمل فتحة الباب تبعي. اسف، كونكت تو لاين وهي اوكي. وراح اجي على البوليجون اللي عندي واعمل له ديليت، هلاحظ انه صار مبين انه مثقوب او مفتوح، واقدر اشوف البيت اللي عندي او الكوخ اللي عندي. اللي انا عايزه هلقيت ان انا عايز احط خامتين على البيت اللي عندي هذا، هو عبارة عن مجسم كامل وعايز احط عليه اكتر من لون او اكتر من خامة. العمل كالاتي، ان انا اروح اجيب معالج الخامات اللي عندي، اعلم على خامة ومش عايزها تكون ستاندر، عايزها تكون مالتي سب اوبجكت، مالتي سب اوبجكت. اوس اوكي، راح الاحظ انا اختار ديسكارد اوكي، راح الاحظ انه الخصائص اللي انا اختلفت عن الخصائص العادية الموجودة عند كل عند اي خام. انا عايز الروف اللي عندي السقف يكون لونه احمر، وبالتالي راح اجي على الخامة هذه وخلي لونها احمر.
وعايز الحيطان يكون لونها تقريبا بني او ما شابه. هي اوكي، لكن انا عايز الخامتين هدول يتوزعوا على الجسم تبعي. راح استخدم الوعاء تبع اللي اسمه مالتي سب اوبجكت في التعامل مع الخامتين هدول. كيف؟ راح اجي على المسطحات اللي عندي واعلم على الاسطح هدول، هذا نسميهم جدار، واعمل edit select inverse وسميه اسف حروف على افتراض. راح اجي على المالتي سب اوبجكت تبعي واعطيه في البدايه راح اجي على الروف وانزل تحت على الخصائص اللي عندي، راح الاقي عندي منطقه خاصه اسمها بوليجون ماتيريال اي دي، راح احدد او اربط المسطحات عندي هذه برقم معين عشان استخدمه في الماتيريال. افترض انه هو 1، وافترض هذا الروف، وافترض ان الجدار رقم 2، وبالتالي كل مسطح في الجدار راح يكون رقمه 2، وكل مسطح في الروف راح يكون رقمه 1. اللي راح اعمله كالتالي، اعلم على الخامة الاصلية تبعت مالتي سب اوبجكت، ونقول ان الروف اللي لونه الاحمر راح يكون للروف، راح احطه على الاي دي اللي رقمه 1، هذا رقم 1 راح احطه هنا، وعايزينه انستنس. واخذ الخامة الثانية الجدار رقمه 2، انا راح اروح على الخامة رقمها 2 اللي هان واحطها واقول له انستنس اوكي. في النهاية راح اربط الجسم الاصلي تبعي المالتي سب اوبجكت بالخامة تبعت الاصلية بالجسم تبعي، اعمل له اساين واقول له سمحت ورجيني ايش بصير معك. راح الاحظ ان انا قدرت اوزع، في عندي مشكلة، قدرت اوزع الالوان اللي عندي على الجسم تبعي، لكن واضح ان انا غلطان غلطة بسيطة انه الخامة هذا او المسطح هذا كان لونه احمر. لا، انا عايز يكون لونه بني، لون البني قديش رقم الخامة تبعته 2، مثلا راح اعلم عليه اقول لا يا عمي انت مش 1 انت 2. راح الاحظ انه اخذ الخامة الموجودة رقم 2 اللي هي هذه. طيب لو انا جيت عملت ريندر راح الاحظ انه البيت موجود لكن من الداخل مفرغ، مش مبين انه في عنده حاجه. ليه؟ لانه الخامه تبعت اللون البني هذا، الخامه هذه مش محطوط لها انه تكون تو سايدد بحيث انها تبين من جوا ومن برا، هي تو سايدد. وهي كمان مره ريندر بين في عندي انه الجسم او الجدار من جوا ممتلئ وله خامه، مش عند اي مشاكل فيه. هذه الطريقه الاولى. الطريقة الثانية، خلينا ناخذ نسخة من الجسم تبعي هذا، وانا عايز تكون كوبي، راح افرغها من الالوان اللي عليها. رجعتها لجسم مش محطوط عليه اي خامة بلونه الطبيعي اللي عندي. الطريقة اللي عندي بالثانية وهي الطريقة السهلة، ان انا اعلم على الجسم تبعي، اعتني انه ما يكونش معمول له editable bully، لا يكون معمول له باليمين convert to editable bully، وبالتالي في الحالة هذه اي المسطحات تبعتي اللي انا بعلم عليها مباشر بعطيها الخامة اللي انا عايزها، او اعلم على المسطحات هذه، خليني اجي اسف على edit bully polygon، اعلم على المسطحات تبعتي هذه اوكي. وبقدر اجي كمان هذا، اسف نسينه، بكل بساطه بفتح الخامه وبعطي له انا عايز الخامه تبعتي على المسطحات، راح ترتبط الخامه مباشره مع المسطحات، وراح اعمل edit select inverse، وراح امسك الخامه الثانيه واعطيها على المسطحات تبعتي، وراح ترتبط الخامه مباشره بالمسطحات تبعتي.
ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.